يا وليد ان شاء الله بخاطر 4 متر يا وليد 4 شوف مزيان ما بقاش بزاف باش نقضوا اخو 30 ساعه ولا اكثر هو تما وغاو جالسين كتفرجوا فيه تايموت عاد تقول لك انا لله وانا اليه راجعون اخر مات مسكين مشى وعاد دابا خصنا نقضوا غادي ان شاء الله نقول لهم يدعوا اخويا وليد دعوا معنا اخو تدعوا معنا الدعوات ان شاء الله اما راه تيطرا ما بقيناش نفقدوك حتى انت وليد الا هبطتي غادي تموت عرفتي شحال من شحال متر بابا نو انا نشرح لك انا نشرح لك قلت لك المكتب قال لك عاد تموت في اي ساعه واش نكون ماشي بحالي الشاو نموت نموت هنايا وكل ماشي بحالي الشاو نموت نموت في البلاد ديالي وليد كيف دوما غادي نشوفو ان شاء الله بقات 4 متر يا وليد اخبرهم قلتي اش غادي جيتي جيت نقد الدري خاي مليش لما بغيتي تعتقوب بغيت نهبط الحق ما يخلونيش بغيتي انت تهبط باغي نهبط خصني نهبط جيت نقد ريان مسكين عرفتي جالس دابا انا نفسي واه انا نفسي حتى حاجه انا خصني نهبط الحق شكون يخليك خصني نهبط بالحق حتى واحد ما يخليك بغيتي علاش تبكي علاش تبكي ريان مسكين مزير ياك مزير دابا مسكين الظلام ما كاين لا ما لا ضو عند ريان ولا بقات فيا عيمة يما قول لي موافقه الوالدين ديالك قول لي اخبار قال لك ريان موافقه ديال الوالدين قال لك راه والديه او واحد اخر علاش تبكي لا جزب اخر مسكينه صاحبي تحت التراب وصيبها لي تحت التراب كاع بلاش باب شنو تحت التراب وصيبها يبقى تحت التراب هما ماشيين يعاونوه علاش ما يخليهمش يعاونوه علاش وين عندك سموت انت قلت عموت كاع ما خرج من بلادي انت قلت عموت كاع ما خرج من بلادي قلت لباباك انا غادي قلت ماما قالت لي ماما امشي الله يسهل عليك قالت لي الله رضى عليك ابني قلت لها امشي قالت لي الله رضى عليك ابني حسيتي برايا المسكين الظلام مسكين تحت التراب والظلام وكل شيء ها هما تيتجراو ان شاء الله بابا نو انت ما بغيناش نفقدوك سميتك وليد انت غادي تموت وليد اخويا نو شكرا انت حسيت بك يا اخويا نو حسيتي به مسكين بشحال في عمرك انت؟ انا طالع 15 هو بشحال في عمره مسكين؟ خمس سنين بس صار عليا بزاف انا تنزيد عليه دابا ب 10 سنين دابا انا طالع دابا باقي لي نص عام ونكمل 10 سنين عليه عندك شي خوك في 5 سنين اللي دار الوليد ادم لاح في لاباج ديالو جاو الناس اللي جاو لعندو الناس اللي كيعرفوا ادم جاو هزوه من الدار ديالو حتى وصلوا هنا دابا ان شاء الله دابا يلاه عاد وصلنا 3 ساعات ديال الطريق ولا ما شاء الله الحمد لله تبارك الله عليك ادم ادم عندك الاستعداد اوليدي باش تهود انك انت هي لتحت وتقدم لي المساعده نهود علاش لا ملي خويا راهين داروا نقدوا ان شاء الله وداروا وكنتمنى من الله نطلعوا انا وياه فهمتي نطلعوا نطلع خويا راهين ان شاء الله موقع التعاش شكرا والله يوفقك وكيف ما كتشوفوا معنا يعني مشاهدينا الكرام يعني هاد الوليد هذا نتوما اللي كنتوا انكم يعني بغيتوا انا كنقول السلطه هذه خلينا ندخلوا انت علاش جيتي اليوم انا جيتني لا باش نقاد باش نقاد خاي جيتني لا باش نقاد خاي دابا انا زايد عليه ب 10 سنين وهو عنده 5 سنين ما نقدوش انا خصني نقاد خاي ستيتو تينا باغي بالرغبه ديالك باغي من الرغبه ديالي ودابا صولي على يما انا ماشي مشاول ماشي مشاول مش نقدو اخو 30 ساعه ولا اكثر هو تما وغاو جالسين كتفرجوا فيه تايموت عاد تقول لك انا لله وانا اليه راجعون اخو مات مسكين مشى وعاد دابا خصنا نقدوه
غادي ان شاء الله نقول لهم يدعوا اخويا نوح وليد. دعوا معنا اخو تدعوا معنا. دعوات ان شاء الله اما راه الجهه تيطرا ما بقيناش نفقدوك حتى انت وليد الا هبطتي غادي تموت. عرفتي شحال من شحال متر بابا نوح؟ انا نشرح لك انا نشرح لك اذا قلت المكتبه لك عاد تموت في اي ساعه واش نقول ماشي بحالي الشاو نموت نموت هنايا وكل ماشي بحالي الشاو نموت نموت في البلاد ديالي. غادي نشوفو ان شاء الله. بقات 4 متر وواليد ان شاء الله. بقات 4 متر وواليد 4 شفتي ما بقاش بزاف. انا جيت يعني ابن اكادير وجيت لتطوان